صباح الخير على حضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم وكلامنا عن الأطفال والطفل المصري تحديدا. من أبجديات المهنة ألف بيه حوار كده اتعلمناه في الإعلام، إن أنت أما بتيجي تعمل حوار مع أي ضيف إن أنت لازم تذاكره. فمن أهم المصادر اللي بتساعدك في مذاكرة الضيف هو دلوقتي السوشيال ميديا من خلال صفحاتهم الشخصية على الفيسبوك تحديدا. فما بدأت أتجول على صفحة الكاتب شريف أسعد اللي بنرحب بيه ومنورنا النهاردة في الاستوديو، بدأت أركز إن في جمهوره فئتين تحديدة، فئة الأطفال ودي اللي أنا هركز فيها معايا النهاردة، وفئة السيدات ودي أنا مش هركز فيها النهاردة، أنا هركز معاها عن الأطفال. فبنقوله صباح الخير يا شريف. يا صباح الفل. إزيك؟ صباح الفل. أخبارك إيه؟ الحمد لله رب العالمين. عايزة أركز معاك على الأطفال. ما ينفعش أركز على الستات؟ لا مش هركز على الستات. خلاص ماشي. يعني ما تفهمنيش صح يا أستاذ شريف. خلينا نكمل عن الأطفال. الطفل، عشان الطفل المصري تحديدا، عشان تقدر إن أنت تجذبه وتاخد اهتمامه في الكتابة تحديدا، ده مش سهل. انت بدأت تكتب كنت قاصد ده ولا جت معاك يعني بمحض الصدفة كده زي ما بنقول، ولا ايه بالظبط؟ والله هو خليني اصبح على حضرتك الاول، واصبح على كل السادة الافاضل اللي بيتفرجوا علينا. طبعا انا حققت امنيه غاليه عندي جدا ان انا طلعت معاكي بشكل شخصي، يعني دي كانت امنيه كبيره ليا. يعني ده شرف كبير ليا، فانا فخور ان انا موجود معاكم النهارده. رجوعا طبعا للسؤال بتاعك، لا يعني هو خليني اقول لك بتاع الاطفال. بتاع الاطفال. مش تسالي. طيب مع تابعيني علشان انا لسه صاحي من النوم متاخر، فمعلش مش متعود على كده. لا هو قصه الاطفال دي اصلها ليها يعني ليها واقع. يعني انا عمري ما كنت اتذكر او اتخيل ان انا ممكن في يوم من الايام ان انا ابقى اتجاهي في الكتابه هو اتجاه لكتابه الاطفال. لكن انا كنت بحاول اعبر عن نفسي زي اي حد تاني او اي كاتب في الدنيا لما بيحاول يكتب وبيحاول يعبر عن نفسه. فانا ما لقيتش التعبير عن نفسي في الوقت دوت من عمر البلد ديت غير ان انا اعبر عن الحاجات اللي احنا كنا دايما بندور عليها، الذكريات، ذكريات الاسره والاهل والاصدقاء اللي احنا دايما مفتقدينها نتيجه الوضع اللي في البلد عموما، بقى ان الناس يعني السوشيال ميديا بعدت الناس قوي وبتاع. فانا حبيت اعبر عن نفسي، فالتعبير دوت جه في شكل صورة ولد صغير بيحكي عن ذكرياته ومشاكله وكل المواقف اللطيفة اللي مر بيها. ده أنا لما كنت كتبته علشان الناس تشاركي، ما كنتش متخيل إن أنا ممكن في وقت من الأوقات ألاقي إن الناس في العموم بفئات عمرية كبيرة مفترض أو جيلك على الأقل. بالظبط. وما كنتش خالص حاطط في دماغي إن أنا ممكن في وقت من الأوقات ألاقي إن في أطفال بتتابع ده خالص. يعني حتى ما جاش في بالي حتى مجرد خيال ان ممكن في اطفال تتابع هذا المستوى من الحوار وهذه الطريقه من الكتابه. لان انا كاتب باللغه العاميه وكل حاجه، بس هي كلها مواقف يعني ما اعتقدش ان هي ممكن تهم اطفال الجيل الحالي. يعني انا كنت متخيل كده، فكنت بكتب للجيل بتاعي زي ما حضرتك بتقولي بالظبط. لكن لقيت ان الموضوع خد اتجاه تاني خالص، يعني خد اتجاه تاني خالص وبقت فيه الشريحة الأكبر والأكثر دعما والأكثر مطالبة هي شريحة الشباب والأطفال مراهقين، وبعدين أطفال من أول سن 7 سنين بيبتدوا يتعلموا قراية كتب بالطريقة دي. أنا كنت لسه هقولك، يعني إحنا عندنا يعني مثلا في علم النفس بنيجي نقرأ كده أو علم الاجتماع إن الطفولة بتنقسم لطفولة مبكرة ومتوسطة ومتأخرة بداية من المراهقة. تمام. فكنت هقولك مثلا اللي هي يعني الطفولة المؤخرة وبداية من المراهقة يمكن ده جمهورك، فأنت قلت لي كمان 7 سنين. وفي أصغر من كده، في أصغر من كده، بس بتبقى الأهالي هي اللي خلاص عودت الولاد إن هم يعني الولاد بيبقوا شايفين. يعني وده جالي أكتر من 100 مرة، ان الولد الصغير عنده 4 سنين أو 5 سنين شايف مامته ماسكه الكتاب وبتضحك جدا، فهو بقى عنده ارتباط شرطي ان مامته بتعمل حاجه بتضحك، هو عايز يعرف هي بتضحك على ايه. فابتدت مامته تحكي له كحدوته. فابتدت القصه تقلب معاهم بشيء من انواع العادات. فبقى معروف ان في وقت ما قبل النوم دوت احنا يلا نخش ننام علشان احنا هنقرا حدوته وننام. فانا لما بيجيلي الفيدباكس ديت انا طبعا يعني بفضل فتره من الزمن اللي هو باصص لهم. ده حقيقي انا ما عملتش يا جماعه الكلام ده خالص، يعني الامور ماشيه كده. فابتديت اركز بقى، ابتديت اركز جامد.
طيب الكلام ده اتعمل اما شفت ردود الافعال دي جايه لك مثلا من الامهات عشان ولادها بداوا ان هم يتشدوا لكتاباتك وان هي بتوصله لهم حتى لو هم لسه ما بيعرفوش يقروا بشكل حدوته او بشكل كده روائي. طيب ركزت بعد كده في الكتب التانية بقى على التيمة، التيمة بدات توصلها ازاي بقى عشان ترضى او ان انت توصل لاكبر قطاع كبير جدا من جمهورك، مش بس جيلك لا ده كمان الاطفال اللي هم بداوا يبقوا ليك قطاع كبير جدا من الطفل المصري. بدات ازاي تطعم ده في التيمه بتاعتك؟ انا حافظت على الاسلوب اللي انا كنت بادي بيه من البدايه، يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا كنت بحاول طول الوقت ان انا اكتب للجيل بتاعي، يعني اكتب للناس اللي انا حاسس ان هي هتفهم الذكريات او المواقف ديت او مرت بيها قبل كده وهتتاثر بيها وهتضحك عليها، لان انا كان الهدف الاساسي من القصه دي ان الناس تبتسم. يعني هدفك الشباب يعني تحديدا ده كان الهدف بالظبط. فحافظت على هذا المستوى من الحوار، يعني طريقه الكتابه دي ما غيرتهاش، لكن بعد ما كنت بكتب كنت براجع تاني، يعني بعد ما اخلص كتابه الحاجه ديت كنت لازم اراجعها تاني وابتدي ابص عليها بما يتناسب مع الاعمار الصغيره وبما يتناسب مع، يعني احيانا كتير جدا من ضمن القصص اللي كنت بكتبها كنت بضطر اغير النهايات بشكل يضيف قيمه او يلغي موقف. يعني زي ايه مثلا؟ تقدر تدينا مثال كده؟ يعني علشان هي اصلا كوايس كلها يعني لا يعني مثلا النهايه، يعني بتقدر مثلا في نهايه الحدوته دي بتقول ان انا المغزى منها او الهدف منها ان احنا ما نعملش كده. بالظبط، يعني مثلا من ضمن الحاجات اللي انا كنت كاتبها قوي القصه بتاعت ان احنا في العيد الكبير دايما كل الناس او معظم الناس في مصر كانت بتجيب اضحيه معينه. فاحنا في سنه من السنوات كنا اول مره نجيب اضحيه كبيره اللي هي زي جاموسه، يعني حطينا عندنا في البيت وخلاص هيجي العيد فاحنا من حبنا في الحيوان دوت انا واخواتي اتعاملنا معاه معامله اوفر مبالغ فيها جدا. فده كان مضر كان مضر. طبعا الحدث نفسه كان سادي، يعني ما اقدرش اقول غير كده. الحدث نفسه تفاصيل القصص كلها ان احنا كنا بنتعامل معاه زي ما بنلعب مع بعض. فطبعا ده يعني كان مزعج للحيوانات جدا. بني ادم معاكم مش بالظبط كده بالظبط. فده كان مزعج جدا. ففي النهايه يعني والدي رحمه الله عليه يعني قال لنا لا ده ما ينفعش وده غلط، يعني ده المكتوب في القصه. لكن هو اللي مش مكتوب في القصه كان حاجه تانية خالص. يعني هو الحيوان انتحر تقريبا، اقدر اقول لحضرتك كده. طيب بالنسبه بقى اما بتجيلك ردود الافعال مش من الامهات، انا عايزه اسمع تحديدا الطفل نفسه، هل بيديك مثلا ان انا نفسي مثلا اكيد بيقول لك بقى يا عمو شريف، يعني انا نفسي بقى يا عمو شريف الفتره اللي جايه ان انا اشوف قصه معينه او ان انا اقرا حاجه معينه، او انا يعني تحديدا استمتعت بالقراءه في القصه دي اكتر من القصه دي، فانت بتحطها كده في النوتس بتاعتك عشان تقدر تكتبها وتستفاد منها في كتاباتك الجايه. يعني احكي لي عن الكواليس دي. شوفي انا برضو يعني من ضمن الحاجات الغريبه جدا ان انا لقيت ان في شريحه كبيره جدا جدا حافظه اللي مكتوب في الكتب اكتر مني بكتير. يعني لما بيقفوا مثلا في حفل توقيع او ندوه او معرض كتاب واحنا بنقف نتكلم يبتدي يحكي لي عن القصه دي ويقول لي ولما عملت كذا 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 وتفصيله يعني تفصيله شديده اللي هو انا كاتب كده بالنص، يعني ببتدي اروح معاه بقى اللي هو كتبتها انا كده، يقول لي حضرتك كاتب كذا كذا كذا. فبرضه ده بيرجع لي تاني عندي في العقل الباطن انه دي الشريحه دي بتتشبع بسرعه جدا جدا بكل اللي مكتوب وبتتاثر بيه وتحفظه. فده يعني برضو زاد على عاتقي مهمه ان انا كل ما اكتب كلمه ابص الكلمه دي مناسبه ولا مش مناسبه، الجمله دي تاثيرها شكله عامل ازاي. انا بقى عندي يعني زي ما تقولي كده هاجس ان الاول ان انت بيبقى عندك يعني قطاع من الجمهور ده مهم جدا ولازم تاخد في الاعتبار ان انا اركز على مفرداتي وانا بعبر جدا عنها جدا جدا. فبقى المجهود اللي انا ببذله في الكتابه باريحيه في البدايه ما بقاش موجود، بقى مطلوب مجهود مضاعف ان انا ابقى مركز جدا وراجع الحاجه مره واثنين وثلاثه وابص لها من الزاويه دي ابص لها من الزاويه دي كده عشان محدش يفهمها غلط، عشان ما تجيش واحده ام تقول لي
القصة دي ممكن يبقى فيها مبالغة، ممكن الطفل يتأثر. وده على فكرة دي بقت يعني معظم نقاشاتي على الكتابات بخصوص أولياء الأمور وتحديدا يعني أنت عارف أن دور الأم بيبقى يعني مركز أكتر من دور الأب بنتيجة انشغال. طبعا أمهات كتيرة قوي بتيجي تقول أنا مش عارفة أقري إيه لابني أو لبنتي في الفترة اللي جاية. عايز أعرف معاك الموضوع ده، بس خلينا يعني نشوف آخر التفاصيل الخاصة ببرنامج عمل يوم مصر ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، واللي تم إطلاقه في نسخته الثانية الاثنين اللي فات تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمقر جامعة الدول العربية تحت عنوان الانطلاق نحو العمل. خلونا نعرف تفاصيل أكتر في برنامج الأسبوع ده وفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة مع زميلي أحمد عبد الرازق اللي هيطلعنا على مزيد من التفاصيل. يا أحمد تحياتي لك وصباح الخير وإليك الكلمة. صباح الخير آية، تحياتي. بالفعل كما ذكرت، الانطلاق نحو العمل هو الشعار الذي تحمله النسخة الثانية من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. اليوم يوم مصر في هذا الأسبوع، وفي هذا اليوم يعني يقدم وزراء مصر عروضا تقديمية لما تم إنجازه في مجالتهم في إطار خطة التنمية المستدامة أو استراتيجية التنمية المستدامة 2030، منهم الدكتورة هالة السعيد والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من الوزراء والمعنيين بهذا التطوير. الهدف من هذا الملتقى أو هذا الأسبوع هو تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال التنمية المستدامة، وتوفير منصة حوار لبحث قضايا التنمية المستدامة للدول العربية، أيضا بناء رؤية عربية محددة الأهداف والأدوار في إطار خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضا رفع درجة الوعي بالتنمية المستدامة لدى المواطن العربي. اسمح لي آية لمزيد من التعرف على أهداف هذا الملتقى، ألتقي أحد الشباب المشاركين في هذا في الأسبوع العربي بأحد الأعمال. يعني تحياتي ورحب بك على شاشة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك، أنا شكرا. أتشرف بك. أنا عمر عبد العزيز، سكرتير عام جمعية صوت شباب مصر. أهلا وسهلا عمر، كلمنا عن مشاركتك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إذا تفضلت. يعني احنا طبعا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بنشارك في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. جت لنا دعوة كمؤسسة مجتمع مدني موجودة في مصر معنية بالشباب. احنا من طول تاريخ الجمعية بتهتم بقضايا الشباب العربي خاصة اللي بتخص الشباب، وبنشارك في برامج الوزارات المختلفة. الجمعية قدرت ان هي توحد صفوف الشباب المصري في الفترة اللي فاتت، فاتجهنا بعد كده مع المجلس الشباب العربي في جامعة الدول العربية في جلسة عمل مغلقة ان احنا ندشن مبادرة صوت شباب العرب. صوت شباب العرب هي مبادرة لبحث افكار خطة تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وازاي ان احنا نقدر نشتغل على اهداف التنمية المستدامة، لان الهدف رقم 17 هو شراكة من اجل تحقيق الاهداف، وهو من اهم الاهداف اللي ممكن تحقق. 17 هدف هو الهدف ده اللي هو الشراكة من اجل تحقيق الاهداف. فمن خلاله قلنا مؤسسة المجتمع المدني في مصر وفي الوطن العربي تملك انشطة وتملك قدرات وتملك بعض المميزات اللي تقدر تتعاون في تحقيق اهداف التنمية المستدامة. طيب اسمح لي عمر، يعني قبل اللقاء واحنا يعني في اطار رفع الوعي بافكار التنمية المستدامة، تحدثتني عن بعض المشاركات اللي لها علاقة بالأعمال الفنية كالمسرح والغناء وما شابه. يعني قد يظن البعض أن التنمية المستدامة فقط أهدافها أهداف اقتصادية أو مالية أو ما شابه، ولكن هناك أهداف أخرى مجتمعية وتثقيفية وتنموية هامة. ربما نتعرف على هذه المشاركة أو هذه التجربة من حديث عمر عن مشاركته من خلال الفن. حدثنا عن هذا. انا طبعا عايزين نقول ان قبل كده عدم توحيد صفوف الوطن العربي زمان ما كانتش مشكله حكام ولا كانت مشكله قيادات، ولكن هي في القوى الناعمه ما بين الوطن العربي. احنا من خلال الجمعيه عندنا راديو شبابي اسمه راديو وسط البلد، قدرنا من خلاله ان احنا اذاعه الكترونيه، قدرنا نحط فكره امبارح في حضره الدكتور هالة السعيد ان احنا نتعاون مع الوطن العربي في تدشين برنامج اذاعي لكل الوطن العربي معني بالشباب وتحقيق اهداف التنميه المستدامه، وايضا في خلال تياترو وسط البلد احد انشطه الجمعيه ان احنا نعمل فريق مصر
مسرحي شبابي للوطن العربي كله، لبس اهداف التنميه المستدامه من خلال سكتشات مسرحيه تكون بطرق بسيطه للشباب تفهمها اهداف التنميه المستدامه وتزود وعي الشباب بالتنميه المستدامه عن طريق الاعمال الفنيه اللي احنا نقدر نوصل بيها الفكره بشكل مبسط للشباب. اشكرك شكرا جزيلا عمر على هذا اللقاء وهذه المعلومات. اذا هذه طريقه اخرى وسيله اخرى لرفع الوعي، وعي المواطن العربي باهداف التنميه المستدامه عن طريق الاعمال الفنيه، الاعمال المسرحيه، الاسكتشات كما ذكر عمر. ويعني نتابع معك اي على مدار اليوم من خلال هذه الجلسات التي سوف يتراسها عدد من الوزراء المصريين على راسهم كما ذكرت الدكتوره هلا السعيد وزيره التخطيط، والدكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. نتابع على مدار اليوم واعود اليك مره اخرى ايه. زميلي احمد عبد الرازق مراسل اكسترا نيوز، انا بشكرك يا احمد شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وطبعا برحب بيك من جديد يا شريف اسعد الكاتب الساخر. وكان سؤالي ليك قبل ما نشوف احمد واخر التفاصيل الخاص باسبوع التنميه المستدامه، كان سؤالي ليك عن الامهات دايما تحديدا والابهات ما بيبقوش عارفين يقروا ايد ولادهم. يعني خاصة كمان ان احنا في اجازة نص السنة اللي جاية باذن الله هنشوف معرض الكتاب. مظبوط. فدايما السؤال ده حتى واحنا بنيجي ندردش كده مع اهالينا في البيوت يقولك والله انا مش عارف، بنزل مع ابني مش عارف اجيب له ايه، خاصة دلوقتي ان مستوى الطفل العقلي بقى مختلف تماما عن زمن الاب والام اللي عاشوا فيه. مظبوط. طبعا السوشيال ميديا ليها اثر كبير جدا دلوقتي، قصة الحميمية اللي احنا كنا بنشوفها ما بين القارئ والكتاب وان هو يمسك كتاب ويقراه ما بقتش موجوده، كله بي دي اف بقى وكله الحاجات اللي هي بتاعه اللي هي سمارت فون والكلام ده. طيب انت شايف الموضوع ده ازاي ممكن ياثر سلبا على مستوى الطفل المصري بعد كده؟ طيب خليني اقول لك ان انا يمكن انا كان رايي من رايك لحد سنتين فاتوا كنت شايف ان كل حاجه ماشيه ناحيه ان الكتاب ممكن يكون بيبعد او القراءه بشكل عام اثرها بيقل مع الورقيه. تمام. وكمان الالكترونيه كمان طبعا. طبعا موضوع السوشيال ميديا ده سبب حاله من حالات الزهق بالنسبه للناس او الرفض للقراءه، فبقت قصه السرعه المطلوبه في كل مناحي الحياه مخليه البني ادم ان هو يقرا، عايز يقرا سطرين، عايز يقرا الخلاصه دايما في اي حاجه، ما عندوش استعداد او قابليه ان هو ياخد حاجة طويلة ويقعد يقراها يتفحص فيها ويشوف ليها نتيجة، ما بقاش حابب ده. حتى أنا أحيانا بتجيلي كومنتس غريبة جدا اللي هو أنا لسه هقرا كل ده؟ هم شايفين خلاص هم اتسسموا كده. فقصة إن أنت تديله كتاب بغض النظر عن شكله إلكتروني أو ورقي، حس إن هو 200 صفحة ولا 150 صفحة ولا كتاب يعني هياخد منه وقت طويل، هو رافض بقى فيه نوع من أنواع الرفض. ده بالنسبه للناس اللي هي عايشه في الوقت ده من جيلنا. الجيل الصغير. طب انت بتعمل ايه مع اولادك يا شريف؟ يعني عشان يبداوا ان هم يقروا فعلا. بصي حضرتك الاتاحه. انا ده اللي عايز، ده كان يعني نهايه كلامي في القصه اللي انا عايز احكيها دي كلها، الاتاحه. الاطفال كلها انا اتفاجئت ان هم عندهم رغبه ان هم يقروا. في رغبه حقيقيه ان هم يقروا، بس هم مش عارفين يقروا ايه. بالظبط. وفاهمين دايما ان الكتاب ده شيء معقد، يعني دايما واصل لهم ان موضوع الكتاب ده شيء معقد، دايما جواه حاجه اكبر من سنهم او اكبر من تفكيرهم. المفاجاه ان انت لما تقدم له كتاب عليه غلاف لطيف، عليه كاركتر لذيذ، وجوه الكتاب هتبقى بلغه بسيطه وسهله، يعني لان انت بتعلم طفل، انت بس بتعوده، مش لازم تكون بتغرز فيه الفلسفه والعلم النفس، لا انت بس شجعه، اديله بس الخطوة. انا لاحظت كمان ان الاغلفه بتاعه الكتب بتاعتك يعني بتميل الى الشكل الكاريكاتيري او الكرتون. بالظبط. ده كان مقصود برضو عشان تقدر ان انت تجذب الاطفال ولا ده كان طبعا صوت. لان ده ما كانش الغلاف ده اتعدل كذا مره، يعني نزل منه كذا فيرجن، احنا كل مدى بنطور. احنا اخر وقت للتطوير دلوقتي مع دار النشر اللي انا شغال معاها ومعاها الكتب بتاعتي، احنا دلوقتي بنعمل نسخه خالصه للشباب، يعني بنعمل نسخه منقحه للشباب. ازاي ده؟ من كل الكتب بتاعتي اعدنا تاني صياغه الكتب نفسها، القصص اعدنا صياغتها بالشكل اللي يخاطب الاعمار من سن 8 ل 18 سنه. بس ده مش شباب بس يا شريف، يعني 8 ده طفل
ما هو 8 ده من اول من اول الطفوله اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي الطفوله المتوسطه لحد بالزبط. مرحله نهايه المراهقه دي شريحه احنا منزلين لها كتاب، يعني هي نفس الكتب تم اعاده تنقيحها لكي تناسب هذا العمر، شريحه مستهدفه بقى كتاب مخصص او متخصص لمخاطبه الشباب اللي هم تحت سن 18 سنه من اول 8 سنين ومن اول 7 سنين. بس خلي بالك في نزعه كده كانت حتى موجوده يعني فينا زمان ان دايما لما بنلاقي حاجه للكبار وحاجه للصغيرين النفس دايما تميل الى الكبار نتيجه ان انا عايز اكبر دايما مفهوم. فما بلاقي ان في نسخه منقحه للعمر بتاعي اوكي ممكن اشتريها وكل حاجه، بس هتبقى عيني دايما على بتاعه الاكبر مني. ما هو دي كانت فدي شايفها تبقى نقطه قوه. احنا عاملين ده عشان الهدف اللي حضرتك طلبتيه من شويه اللي هو الامهات والابهات يقدروا يعتمدوا على ايه او يتوجهوا بشكل مباشر، يعني هو هيبقى مفيد من 8 ل 11 سنه بعد كده هتبقى الاختيار بقى الشخصي، ويبدا الطفل ان هو يحس ان انا عندي شخصيه وعندي صوت فماما وبابا ما يفرضوش عليا. هي الفروقات فعلا بالزبط. مش كبيره قوي يعني في النسختين الفروقات مش كبيره قوي، لان زي ما قلت لحضرتك انا في كل ما كتبت كنت باخد بالي جدا 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 اللي مكتوب في الكتاب، فهي الفروقات مش ناقصه جمله او مش ناقصه قصه او مش ناقصه حاجه، بس في تكوين الشخصيات اللي جوه. يعني لو كنت انا بحكي عن ذكرياتي فانا طالع بشخصيه كبيره في الكتب بتاعتي، في النسخه المنقحه الخاصه بالنشا احنا مش مطلعين اللي بيحكي ده حد كبير لا مطلعينه شاب في السن ده عنده 13 سنه هو اللي بيحكي القصص دي مش واحد كبير بيحكي قصصه كان حصل قبل كده وكان حصل قبل كده، فده بيخلي فيه نوع اكتر من الترابط ما بين القارئ وما بين المقدم داخل الكتاب. بس يعني هي الافكار دي طبعا احنا قعدنا اتناقشنا في القصص دي كتير جدا جدا وجبنا ناس يعني متخصصين في الحته ديت علشان نقول لهم ايه افضل طريقه نخلي الكتاب ده صديق للشباب في السن ده، فهذا ما خلصت اليه الامور. يعني طيب دايما احنا عندنا بنعاني شويه كده البعض عندنا في المجتمع من عارف انت عقده الخواجه دايما ودايما شايف ان العالم الغربي هو الافضل والاحسن والاقيم فبالتالي بيخلي ان الطفل او ابنه او بنته بيوجهه لاقتناء وشراء الكتب الاجنبيه او الكتب المترجمه. تمام. مع ولا ضد ده؟ خاصه ان كمان كانت من ضمن المبررات اللي سمعت عنها يعني واحنا بندردش كده مع الامهات والابهات يقول لك والله انا بالنسبه لي ما لقيتش كتب اصلا عربيه عشان اروح اشتريها، انا لقيت ان في كتب مترجمه وكتب اجنبيه فبالتالي هي دي المتاحه لابني او بنتي عشان اشتريها لهم واربي فيهم القيم اللي انا عايز اعملها. بس هل بقى ده السؤال، هل فعلا ده ممكن يتوائم مع ثقافتنا احنا في مجتمع مصر؟ خاصه ان ثقافه المجتمع المصري دي حاجه اصيله فينا يعني مفهوم طبعا، فعلى المدى الطويل كده هي بتختفي بشكل غير مباشر. مظبوط. طيب خليني اقول لحضرتك ان هو في شقين. الشق الاولاني ان القراءه ليس لها انتماء، القراءه ليس لها انتماء، يعني احنا ما بنقولش نقرا مصري او نقرا عربي. القراءه هي القراءه، اللي يعرف يقرا اي لغه، اللي يعرف يقرا اي حاجه مترجمه انجليزي روسي، ده كله ده مزيد من الثقافه بس بتضاف. تفرق. ما هو امتى دي يعني تفرق؟ اما تكون حضرتك ربيت في طفلك او ابنك الوعي طبعا ان هو يستقبل كل ما هو احنا في البدايه حضرتك قلت لي الابهات بيوجهوا بالزبط. فانا انا بتكلم في لسه في الجزء ده عمري طبعا ما هنط على الحته دي، عارف تماما ومقدر جدا جدا ان احنا لينا تقاليد وعادات في مصر ما نحبش ان احنا نكسرها بحاجات غربيه فيها انتهاك للخصوصيه زياده عن اللزوم. فلكن احنا بنقول في البدايه انه لو احنا عندنا ادب طفل باي لغه من لغات العالم اتفضل اقرا مترجمه اهلا وسهلا مفيش مشكله في ده. ده بيحصل برضو ليه؟ وده الشق الثاني اللي عايز اقول لحضرتك عليه، ان ده نتيجه ضعف عندنا احنا مش مهتمين بالادب ده قوي. احنا عندنا في الوطن العربي مش في الفتره اللي فاتت ما كانش فيه اهتمام بالقصه دي قوي. تفتكر ليه يا شريف؟ بما انك في المطبخ يعني احنا دايما بنقول اللي بره او اللي بيشوف الوضع من بعيد مش زي اللي ايده في المطبخ، يعني شايف وعارف وممكن تكون ليها تاثير تجاري او هي في الاول وفي الاخر القصه كلها تجاريه بحته. هي الشريحه المستهدفه هي الشريحه اللي هي
اكثر طلبه للقراءه اللي هو في السن من اول 18 سنه لحد 50 سنه. فالجزء ده ما بيتقدملوش كتب اطفال، طبعا بيتقدم له روايات وقصص وحكايات بكل اللغات، وده في العالم كله مش هنا بس. فطبعا ده بيأثر تأثير واضح وصريح ومباشر على السن الأصغر، إنه ميبقاش فيه اهتمام بإصدار مثل هذه الكتب. إحنا عندنا هنا وقت في مصر في ناس مهتمة بالكلام ده، عندنا نهضة مصر بمنتهى الأمانة يعني مؤسسة من المؤسسات العظيمة اللي لازالت حتى هذه اللحظة مهتمة بإنها تصدر كتب للأطفال، يعني يعني عندها خط إنتاج واضح للأطفال، إنما الباقي كله مجرد محاولات مش بناء على خطة، مش بناء على خطة عشان أعرف إن حضرتك الحاجات دي بس بحضرتك كتير في النشر، مش بناء على خطة. فما بتبقاش فيه أمور مستمرة، ما بقاش فيه لاين واضح لدور النشر ديت، بيجرب مرة بيشوف ده صح ولا غلط، لو ما لقاش الناتج بالنسبة له بيترجم لفلوس او لحاجه يقدر يكمل بيها او يعيد التجربه مره تانية ما بيكملش. طيب شايف ده ممكن احنا نعالجه ازاي؟ نعالجه ازاي بان احنا نعمل مسابقات اكبر للناس اللي بتكتب للاطفال، ان احنا نفتح المجال اكتر للاهتمام بالكتابه للاطفال. احنا ما بنشجعش ده، احنا ما بنشجعش ده. طبعا احنا عندنا مشكله اصلا كبيره جدا جدا في قصص دور النشر في مصر، يعني قصة حقوق الملكية الفكرية عندنا دي ما يعني لسه ما جاتش، جاية إن شاء الله يعني راكبة وجاية في السكة بس هي ما جاتش، ما عندناش قصة ديت. يعني أي كتاب لأي كاتب في مصر هو مزور وموجود على الرصيف دلوقتي تحت مرأة ومسمع من كل الناس اللي في الدنيا، لسه ما قدرناش نوصل لمرحلة إنه دور النشر اللي بتتكلف هذه التكلفة تقدر بشكل او باخر تسترد الفلوس اللي بتدفعها في الطباعه فتقدر تكمل مشاريعها. فلما يبقى عندها فائض تقدر بعد كده تفكر في مستوى تاني اللي هو ممكن يكون المستوى بتاع الطفل، انما هم بالكاد بيقدروا يعني يتعايشوا ويستمروا لان هم مش قادرين يسيطروا على الوضع بتاع الملكيه الفكريه في مصر. فطبعا علشان نوصل ان احنا نقدر نطلع ادب اطفال بالشكل اللي احنا بنتخيله او بنتمناه لازم تكون عندنا مقومات الصناعة بتاعت الكتابة كلها مظبوطة. لازم. طب ايه النواقص فيها شريف؟ يعني ايه اللي بينقصها تحديدا؟ لا تفعيل القانون بشكل اكثر حسما. ده دي نمرة واحد. ان هو يكون في كيان واضح يجيب لدور النشر حقوقها وللكتاب حقوقها وللقارئ كمان حقوقه لما يكون في حاجات زيادة عن اللزوم او خارجة عن الاداب والسياق العامة، لان احنا احيانا بنشوف ده. احنا احيانا بنشوف ده وبنشمئز، يعني هو دايما الدفاع عن القصه دي ان ده ادب واحنا ما بنحبش كبت الحريات، لكن زي ما انت حضرتك قلتي من شويه احنا عندنا ثقافه في مصر ممكن نتجاوزها في بعض الاحيان لحدود، لكن فيما بعد الحدود يعني ما بنحسش بنوع من انواع الاضافه. انت اعمل اللي انت عايزه في الاخر، لكن انا ما حسيتش بنوع من انواع الاضافه، بالعكس انا يمكن حصل لي نفور. الكلام ده احنا بنشوفه في كتب وبنشوفه في افلام وبنشوفه في دراما وبنشوف كل حاجه. حلقه طيب. حضرتك عن الدراما كانت عظيمه، اشكرك. يعني بس بمناسبه الدراما بقى انت سبقتني. دراما الطفل يعني تقريبا احنا يعني مش موجوده اصلا، جايه برضه برضه جايه في الطريق جنب الثانيه. دراما الطفل دي احنا عندنا مش موجوده خالص. وكل المفاهيم اللي بتقدم للطفل هي منحصره فقط في الافلام الكرتونيه، او ان هي بتبقى ليها علاقه بالطفل اللي هو بتاع زمان. يا جماعه يعني في فرق اجيال طبعًا. وفي تطور وفي حاجات حصلت كتيره قوي. دلوقتي مجرد ان اي طفل هيشوف الفيلم ده يعني خالص ممكن يسلينا اكتر من الطفل والله. طبعًا. يعني انا ساعات بقى بنقعد احنا نتفرج عليه احنا ككبار وبنلاقي الطفل هو ماسك السمارت فون بتاعه وخلاص بقى وقاعد في السوشيال ميديا والكلام ده كله. مظبوط. طيب دراما الطفل هل انت ممكن تركز في الزاويه دي ان انت ممكن، وانا عارفه ان حضرتك سيناريست كمان تمام. فممكن ان انت تكتب سيناريو درامي موجه للطفل ازاي؟ وشايف ان ده ممكن ما يكونش موجود ليه؟ برضو ده استمرارا لسلسله الاسئله بنفس الاجابات اللي بقول لحضرتك عليها. مفيش اهتمام بالجزئيه دي، وده حقيقي والله انا مش ببالغ. احنا عندنا هنا هو في مصر بنفكر في كل حاجه الا الطفل وثقافه الطفل. ثقافة الطفل دي كلمة مهمة جدا حطي تحتيها 10,000 خط.
مفيش توعية للطفل، توعية، أنا بتكلم على توعية كمان، يعني حتى لو حضرتك تتفرجي، تتفرجي إعلانات موجهة لشرائح معينة، أفلام كلها موجهة لشرائح معينة، دراما كلها موجهة لشرائح معينة، كتب كذلك. فهو الطفل بيطلع من دلوقتي حاسس إن هو مش موجود، حاسس إن هو مفيش اهتمام بيه، وده فعلا مش لاقي نفسه، مش لاقي نفسه، يعني هو ناس دبة وشاف الموبايل ليه للأطفال طول الوقت، لأن هم بيتواصلوا مع بعض، خلاص بقى في نوع من أنواع التواصل ما بين شلة المدرسة وشلة النادي وشلة الشارع، هم عاملين كوميونيتي مع نفسهم، لأن الكوميونيتي بره أو المجتمع اللي بره مش مديهم المساحة اللي بيقول لهم تعالوا اتفضلوا، تعالى أنا عندي تمثيلية هو على القناة الفلانية، تمثيلية لطيفة ولذيذة وفيها شباب عندهم 16 سنة ل 18 سنة وكلهم بيمثلوا وشكلها حلو قوي وبتناقش مشاكلكم. ما بيعندوش، ما بيقف قدام المكتبة بتاعت والده، ما بيلاقيش ولا كتاب شكله لطيف ولا كتاب بيتكلم على حاجة تخليه على الأقل يبتدي يحب القراية، مش لازم يعني يبقى يخرج من الكتاب ده نجيب محفوظ، لا، بس على الأقل يبتدي يحب القراية. ما هو لو حب القراية هيقرأ نجيب محفوظ، لو حب القراية هيقرأ نجيب محفوظ. فهي قصة، دي مرحلة متقدمة. طبعا انا بقول، لكن انا بتكلم يعني في الخطوات الاولى، يعني زي ما بنقول كده، الخطوات الاولى ان احنا لازم يبقى فيه نوع من انواع الاصرار على الكلام ده، لازم نحاول فعلا نطلع ادب. بعدين انا لو كتبت، معلش، مين هينتج؟ ما هي دي الفكرة. هل في قناة من قنوات مصر النهاردة دي دعوة على الهواء؟ عندنا قصص للأطفال تجذب شباب لا حصر له، لكن مين عنده شجاعة أو جرأة إن هو يترجم الكلام ده لعمل ملموس على الشاشة ويعرضه ويبقى مهتم بإن هو فاهم إن دي حاجة موجهة لثقافة الطفل، ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن أنت النهاردة اللي بتبذله النهاردة بيفرق معاك كتير أو في حاجات تانية قدام. في أي حوار طبعا تقليدي معاك يا شريف، طبعا كل الناس بتركز على الكتابة الساخرة وإن أنت كاتب ساخر وإزاي والكلام ده كله. مظبوط. طيب أنا حابة إن أنا أختم معاك بسؤال تقليدي. أعمالك الجاية إيه؟ أخبارها إيه؟ والله أنا يعني زي ما قلت لحضرتك، أنا بجهز للنسخة المنقحة اللي هي النشئ ديت من كل كتبي، بعيد صياغتها تاني. أربع كتب؟ ولا التلاتة اللي هم بتوع الاعترافات؟ هو في عندي التلاتة، وبعدين هو في رواية، رواية حواديت السعادة، وفي تلات كتب اللي هي بتاعت الاعترافات. الاعترافات تلات أجزاء منه. فاحنا ابتدينا بالأول بالكتب بتاعت الاعترافات، بنعيد تنقيحها وهتبقى إن شاء الله موجودة في معرض الكتاب اللي جاي بإذن الله، وإن شاء الله خلال السنة اللي جاية يبقى في رواية كده لطيفة بإذن الله إن شاء الله. يعني كل التوفيق ليك يا شريف. أشكرك، ميرسي، اتشرفت بيك شريف أسعد الكاتب ساخر. أنا بشكرك شكرا جزيلا، إن شاء الله اللقاءات تبقى متجددة ويبقى في ليك عمل مخصص للأطفال بس إن شاء الله. أتمنى بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بشكر حضراتكم على متابعة حلقتنا النهاردة في هذا الصباح، وأكيد كعادتي هو متواصل مع حضراتكم على مدار الأسبوع لتقديم فقرات وأخبار متنوعة كتيرة، نتمنى دايما انها تنال رضاكم. تقبلوا تحياتي انا عبد الرحمن، وتحيات فريق العمل. الى اللقاء. نورتني يا شيخ.